السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف السادس، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس المهارات الحياتية. درسنا اليوم يا أولاد عن الوحدة الخامسة، المحافظة على المرافق العامة، والدرس صفحة 122. هناخد مع بعض أهم النقاط بالتلخيص وبوضوح. هنتكلم عن استخدام المرافق العامة والمحافظة عليها. المرافق التي تعد من المرافق العامة، ايش امثلتها؟ مثل مرافق عامة يعني ملك للجميع. مثل مين؟ مثل حديقة المنزل، الشارع العام، الهاتف العمومي، المدرسة، مثل الشاطئ، سيارة الأسرة. كل هذه تعتبر مرافق عامة، يعني ملك للجميع مش ملك شخص واحد. طيب السؤال الثاني بيقول لي صنف نوع الخدمة التي تقدمها كل منها. الشارع العام بيقدم لي خدمة السير فيه، الهاتف العمومي يقدم لي خدمة إجراء الاتصالات، الشاطئ يقدم لي خدمة التنزه والجري وممارسة الرياضة، ممارسة رياضة الجري يعني. المدرسة تقدم لي خدمة التعليم أو التعلم. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي أجب عن ما يأتي. ما المقصود بالمرافق العامة؟ وما الجهات التي تنشئ المرافق العامة في منطقتك؟ مرافق عامة قلنا يعني مرافق يتم إنشائها من أجل توفير خدمة لكافة السكان، فهي ليست حكرا لأحد بل حق للجميع. هذا معنى أو تعريف المرافق العامة. يبقى هي عبارة عن مرافق عامة من المؤسسات يتم إنشائها من أجل توفير خدمة لكافة السكان، فهي ليست حكرا لأحد، يعني هي مش ملك شخص واحد لكنها ملك وحق للجميع. الوحدة المحلية مثلا ماذا تفعل؟ طبعا الوحدة المحلية هنا ده إجابة السؤال اللي قبله، اللي هي الجهات التي تنشأ المرافق العامة في منطقتك، مثل الوحدة المحلية هي تعتبر مرفق من المرافق العامة. ماذا تفعل لو وجدت زميلك بعد الانتهاء من شرب العصير يلف خيطا حول العلبة الفارغة ثم يرمي بها في أسلاك الكهرباء؟ إيه اللي تعمله؟ واحد بعد ما شرب العصير ماسك العلبة ورابطها بسلك الكهرباء وبيلعب بيها. طبعا المفروض إنك تعمل إيه؟ أمنعه عن ذلك. لا. ليش؟ لأنه سيضر بنفسه وغيره بالمرافق العامة وهيلوث المكان أيضا. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. التوعية لاستخدام المرافق العامة بطريقة صحيحة. اكتب عبارة واحدة فقط تخاطب بها زملائك في المدرسة للاستخدام الصحيح لأحد المرافق العامة. هنقول مثلا نكتب اللافتة، نكتب عليها حافظوا على المرافق العامة فهي ملك للجميع. كيف تتصرف إذا وضعت في موقف أمام شخص كبير السن لم يحسن استخدام مرفق عام دون قصد؟ يعني شخص كبير في السن استخدم المرافق العامة بطريقة خطأ وبدون قصد، إيش أعمل له؟ أنصحه بس بأسلوب مهذب لأنه أكبر مني سنا وأقدره وأحترمه. طبعا هذه يا أولاد أسئلة وأجوبة عن الدرس. قارن بين مرفقين عامين في بيئتك من حيث نوع الخدمة والمرفق. الحديقة والمدرسة، الحديقة تستخدم للتنزه ومن أمثلتها مثلا حديقة العامرات. المدرسة التعليم ومن أمثلتها أيضا مدرسة العامرات. ممكن تكتب أنت مدرسة الحكمة الخاصة مثلا، أو مدرسة أي مدرسة قريبة منك. هذه مرافق عامة. شكرا، والحصة الجاية إن شاء الله هناخد درس جديد من دروس المهارات الحياتية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.